أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج هداية السائل، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الخاصة بشهري محرم الحرام وصفر. ولدينا مجموعة من الأسئلة التي تختص بزيارة الأربعين، زيارة العشرين من صفر. هناك سؤال يقول، وإن كان هو طويل ولكن فيه فائدة. يقول صاحب السؤال: رغم ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الأجر والثواب الذي يحصل عليه السائرون إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وما تعادله هذه الزيارة من حج وعمرة، وأنها ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتكتب الحسنات، إلا أن أهل البيت عليهم السلام لم يصرحوا في بعض الروايات عن عظم الأجر والثواب، كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول لرفاعة: لولا إني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قربه لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحدا. هل هناك مقامات ودرجات تعد من الأسرار لم يذكرها أهل البيت لعامة الناس في فضل الزيارة أم لا؟ الجواب: لا شك أن في التكوين والتشريع أسرار عظيمة تكون فوق مستوى عامة الناس، بحيث لا يستوعبون بعض الحقائق، ولو سمعوا بها لوقعوا في الإفراط أو التفريط. ولذا خص القرآن الكريم علم التأويلات بالراسخين في العلم، وهم الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. كما يمكن أن تكون درجات وثواب الزيارة لم يذكرها الأئمة صلوات الله عليهم لمصالح هم أعلم بها، وهي فوق مستوى العموم، يعني فوق مستوى عموم الناس. سؤال يقول صاحب السؤال: يسأل البعض السائرون لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه عن حديث الإمام الرضا عليه السلام. الحديث هكذا يقول: من تذكر مصابنا أو مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. صاحب السؤال يقول: فما المقصود من قوله كان معنا في درجتنا يوم القيامة؟ الجواب: لعل المراد بهذه العبارة أن يكون بجوار الأئمة عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة، هذا هو المقصود من كان معنا، يعني بجوارنا، مو بنفس درجتهم. هذولا معصومين، والناس العاديين ما معصومين، مو بدرجة المعصوم، وإنما المقصود بجواره. سؤال أيضا يقول صاحب السؤال: ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يستأذنون الله عز وجل في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فما العلة التي
من أجلها يزورون الإمام الحسين؟ الجواب: العلة والسبب هو رغبتهم في زيارته سلام الله عليه، ومعرفتهم بعظيم ثواب زيارته وفوائدها. وقد روى أو روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن لموضع قبر الحسين بن علي حرمة معلومة، من عرفها واستجار بها أجير، وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة، ومنه معراج تعرج فيه الأعمال، أو يعرج يعني يصعد، هذا هو معناها، فيه بأعمال زواره إلى السماء. فليس ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله عز وجل أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام. سؤال آخر يقول صاحب السؤال: بعضهم عندما يرى السائرين والسائرين إلى الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون الهتافات، بلي، يقول أن هذه الجموع الغفيرة هي سائرة إلى الحسين عليه السلام بعاطفتها لا بعقلها. وربما هذا السؤال يعني أعيد أو كرر ولكن بصيغ أخرى. الجواب كما ذكرنا جوابه في حلقات ماضية، من أن هذه الجموع السائرة إلى الإمام الحسين عليه السلام أكثرها، بل أغلبها، بل لربما كلهم يعرفون أنهم سائرون إلى الإمام الحسين عليه السلام، ويدركون ذلك بعقولهم وبعواطفهم، ولا بأس أن ينضم العقل إلى العاطفة، فلربما الظاهر منهم هو العاطفة، ولكن في حقيقة الأمر لو تسأل أي واحد من السائرين إلى الإمام الحسين لماذا تمشي بهذا الاتجاه؟ راح يقول لك أنا ذاهب إلى الإمام الحسين عليه السلام. من هو الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام مفترض الطاعة. وكلما كررت على الزائر العادي الأسئلة سوف تلقى الجواب. إذن هذا المسير يعني عند السائرين معروف. نعم، واحد اثنين من الناس لربما يكون مثلا عقله بسيط تدفعه العاطفة، لكن هذا لا يمنع أن أغلب الزوار الذاهبين للإمام الحسين عليه السلام يدركون إلى من هم ذاهبون أو إلى من هم سائرون في هذا الطريق. بلي. سؤال أيضا يقول صاحب السؤال: ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم لا تدعوا يعني لا تتركوا، لا تدعوا زيارة الحسين. الفائدة شنو؟ يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم
وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوها، فإن الحسين بن علي عليهما السلام شاهد لكم عند الله وعند رسوله وعند علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. فما المقصود بقوله تنافسوا في زيارته؟ هذا هو السؤال. الجواب: التنافس والتسابق هو بمعنى واحد، وهو المبادرة والمسارعة والمباراة والتقدم على الآخرين وسبقهم إلى فعل الخيرات ونيل المعروف وكسب الأجر والثواب. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عز وجل في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهذا هو المقصود من كلمة التنافس في الحديث: فتنافسوا في زيارته. بلي. سؤال أيضا، سؤال أخير ثم نختم البرنامج. سؤال يقول: قال آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي قدس سره في كتابه عاشوراء والعودة إلى الإسلام، اللازم علينا أن نجعل يوم عاشوراء يوما لإحياء القوانين الإسلامية والعمل بها ونشر الثقافة والوعي في أوساط الأمة، فإن الإمام الحسين قتل من أجل إحياء الإسلام وقوانينه العادلة. كيف يمكن للجماهير أن تجعل من أيام الزيارات إحياء للقوانين الإلهية؟ الجواب يمكن باختصار، طبعا وإن كان هو الجواب يمكن عن هذا السؤال أن يعني يستغرق وقت طويل، ولكن يمكن اختصاره بأنه يمكن لهؤلاء الجماهير أن يتعلموا علوم أهل البيت صلوات الله عليهم وتطبيقها على أنفسهم في حياتهم اليومية ونشرها بين الناس. هناك الكثير من الأسئلة، نرجئها إلى حلقة مقبلة من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.